بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية شرف لي أن أتواجد بين قامات علمية فضيلة الدكتور مصطفى بن حمزة وفضيلة الدكتور إبراهيم حماني والأساتذة الأجلاء، وأتقدم بالشكر للجنة المنظمة وللكلية متعددة التخصصات بالناظور. سأحاول أن أضع الأمور في سياق معين، لأن مدونة الأسرة وكما تعلمون ليست مسطرة تشريع عادية كالمصادر التشريعية التي تتمحور وتتمثل في تقديم مشاريع قوانين من طرف الحكومة أو مقترحات قوانين من طرف البرلمانيين، وإنما هي مسطرة تشريع خاصة، إن لم نقل أنها حصن حصين وقلعة لقواعد الفقه الإسلامي مع إدخال بعض قواعد القانون الوضعي. وفي هذا السياق أستحضر ما جاء في خطاب جلالة الملك إبان تقديم مدونة الأسرة الحالية سنة 2004، والتي دخلت حيث التنفيذ وتعتبر قفزة نوعية في العشرية الأولى لحكم صاحب الجلالة، إذ أنها جاءت لإنصاف المرأة وحماية كرامة الرجل ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وجعلت مسؤولية الأسرة مسؤولية مشتركة بين الزوجين، وانتقلت من كون الأسرة هرم سلطوي إلى مؤسسة توزع الحقوق والواجبات وترفع الظلم. وجاء في الخطاب الملكي أنه إذا كانت مدونة 1957 قد وضعت قبل تأسيس البرلمان وعدلت سنة 1993 خلال فترة دستورية انتقالية بظهائر شريفة، فإن نظرنا السديد ارتأى أن يعرض مشروع مدونة الأسرة على البرلمان لأول مرة لما يتضمنه من التزامات مدنية، علما أن مقتضياته الشرعية هي من اختصاص أمير المؤمنين. لماذا هذه المقدمة؟ لأن دستور 2011 وكما تعلمون هو لأول مرة جاء بالتصدير، وتصدير الدستور يعتبر جزء لا يتجزأ من الدستور، وجاء في التصدير أن الإسلام يتبوأ الصدارة في الدستور، والدستور هو اسم قانون. جاء كذلك في الترتيب، لأن من خلال الاطلاع على دساتير المملكة لمدة 60 سنة نجد أن الإسلام يتبوأ الصدارة. وفي الترتيب دستور 2011 من خلال 60 سنة غير الترتيب، إذ أن الدساتير السابقة كانت تنص على الدين الإسلامي في الفصل السادس، والحال أن في الدستور 2011 جاء الترتيب في الفصل الثالث. نجد كذلك عدة مقتضيات دستورية، 14 فصل في دستور 2011، ونعلم أن دستور 2011 جاء في واحد السياق معين بعد الحراك، بعد يعني حركة 20 فبراير، لذلك رفع سقف الحقوق والحريات. ومن خلال الاطلاع عليه نجد أن 14 فصل ينص على الدين الإسلامي، الفصل الأول من الدستور، الفصل كذلك الذي السادس الثالث الذي يعتبر الإسلام من ثوابت الأمة الأربعة، الفصل 64 كذلك من الدستور، والذي ينص على أن الحصانة تكون للبرلمانيين إلا في حالتين، في حالة المنازعة في الدين الإسلامي أو النظام الملكي. كذلك جاء بالنسبة للفصل السابع من الدستور، والذي ينص أنه لا يجوز أن تؤسس الأحزاب إذا كان الهدف هو المساس بالدين الإسلامي. الأكثر من ذلك، وحتى إذا سايرنا من يعني ينتصر لكون الدستور يشير كذلك إلى سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وأن المغرب ملزم بملائمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، إلا أن التصدير جاء فيه متى لا تمس هذه الاتفاقيات بالهوية المغربية. لذلك جاء الفصل 175 من الدستور، ولابد أن نشير إلى هذا الفصل، أنه حتى في حالة طلب مراجعة الدستور فإن طلب المراجعة لا يقبل، ولا يمكن أن تمس هذه المراجعة بمراجعات بكل ما له مساس بالدين بالإسلام. إذن هذه الأمور كلها يعني حتى نضع الأمور في سياقها، ونربط كذلك يعني الشيء بالشيء يذكر الخطاب الملكي السامي، والذي تحدث أن الأمور القطعية والثابتة لا يمكن أن تكون محل مراجعة، وهذه التوطئة ديال الدستور حتى نعلم أنه يعني كاين بعض الأمور التي يمكن أن نناقشها، لأن حتى في الخطاب جاء عبارة إعادة النظر،
لأن مدونة الأسرة وكما جاء على حديث عبير فضيلة الدكتور مصطفى بن حمزة أنها تتضمن 400 مادة وأنها مش هي المواد كلها فيها تغارات، هناك بعض الانحرافات، هناك تطبيق خاطئ، هناك بعض الأمور التي يجب أن تواكب التحولات والمستجدات التي عرفها المغرب. لذلك سأحاول ما أمكن وللإشارة وكذلك حتى يعني نتذكر بعض الأمور نربطها بالتاريخ، أن الدكتور فضيلة الدكتور إبراهيم بحماني وهو رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقد، وخلال الولاية الدستورية خلال الولاية التشريعية بعد الدستور 2011 يعني كان هناك نص قانوني وهو المادة 97 من مدونة الأسرة والتي تمكن المرأة طالبة الطلاق للشقاق من حصولها على المتعة طبقا للمواد 83 84 85 مدونة الأسرة، هذه مسألة معروفة. ولكن فضيلة الدكتور المحترم يعني غير يعني الاجتهاد القضائي لم يسير النص القانوني و يعني طالبة الطلاق للشقاق لا تحكم لها المحكمة بالمتعة وسايرت جميع محاكم المملكة هذا الاجتهاد القضائي. وآنذاك لما لأنك تعرفوا بأن المنظمة الدولية وأن الجمعيات النسائية كاين واحد الضغوط تمارس على المغرب أحيانا من أجل تعديل بعض القوانين، ولكن وهنا غادي نرجعوا من بعد ملي نكملوا الشقاق المادة 20. بالنسبة وزير العدل آنذاك قال للبرلمانيين ما عليكم إلا تقديم مقترح قانون من أجل ملائمة النص القانوني مع الاجتهاد القضائي، لأن محكمة النقد وفضيلة الدكتور يعني اللي تبنى هذا الاجتهاد القضائي كانت فيه من الوجاهة ومن المنطق، لأن لا يعقل أن تطالب امرأة بالتطليق للشقاق بدون سبب. وعلى حديث تعبير للأستاذة الفاضلة زهر الحر أنه أحيانا أتت عندها امرأة وهي كقاضية قالت لها ما السبب، قالت لها ما عجبتنيش كمارته، هذا مثلا. إذن لا يمكن أن نمكن يعني الزوجة طالبة تطليق بالشقاق من واجبة المتعة والحال أن لا سبب لها في طلب التطليق. إذن هذه المسألة الدكتور الفاضل هو الذي تبنى الاجتهاد، لأن مادام هو حاضر معنا وكان حضر حتى في البرلمان يعني وكان، ولكن الثغرة اللي يمكن أن اللي شر لها صاحب جلالة الانحراف أو كذا وهو أن النص القانوني لا يتطابق مع الاجتهاد القضائي. لذلك في التوصيات يجب أن يتم الحسم في هذه النقطة، طالبة تطليق للشقاق النص يعني يجب أن ينص أنها لا تستحق، وحتى يبقى النص القانوني يعني ينص على بعض المقتضيات والاجتهاد القضائي يعني يمشي في هذا الاتجاه معاكس. مسألة أخرى التي لم تسير فيها محكمة النقد الاجتهاد النص القانوني وهو مؤخرا صدر حكم عن محكمة ابتدائية قضى بتطبيق المادة 16 المتعلقة بثبوت الزوجية، والحال أن هذه المادة وكتعرفوا بأنه يعني عقود الزواج الموثقة هي الأصل، ولكن باستثناء أنه في حالة عدم تمكن الأزواج من توثيق عقد الزواج يمكن لهم اللجوء إلى مسطرة يعني ثبوت الزوجية طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة. وهذه المادة يعني شرعت لفترة معينة لمدة 5 سنوات وتم تمديدها وانتهى العمل بها في فبراير 2019، وبالتالي أصبحت المحاكم لا تطبق هذه المادة. ولكن الإشكال المطروح أن هذه المادة المادة 16 كانت محل انتقاد من طرف يعني حتى المنتظم الدولي ثبوت الزوجية، يعني هذه المسألة هذه حاليا إما أن تحذف الفقرة الأخيرة من المادة 16 وتبقى يعني لا تشرع لفترة انتقالية لأنه لا يجوز أن تبقى الأمور على هذا الشكل، وإما أن تحذف تلقائيا وقع الزواج يعني المنصوص عليه قانون هو المعمول به، وإما أن يتم تقييدها بعدم استعمالها في زواج القاصر أو التعدد، لأن هذه المادة استعملت كثيرا، هي فعلا شرعت لأن نظر المشرع كانت هناك جلسات تنقلية من أجل توثيق عقود الزواج، لأن المغرب ما فيهش غير الحواضر، ما كاينش الدار البيضاء أو الناظور أو وجدة أو الرباط، وإنما كاين المغرب العميق
كاين يعني العالم القروي، لان الناس اللي ما تمكنوش من مراعاه لمصلحه المحضون شرعت هذه الماده. ولكن هذه الماده تطرح واحد المشكل اللي هو يعني مطروح حاليا. اذا اما تكون المشرع له الجراه يعني من اجل نسخ الماده 16، ولكن ما هو اهل المجتمع المغربي؟ لان احنا يجب اي تشريع لا يتماشى مع متطلبات المجتمع او يكون يعني ظالم او يكون لا يحقق المتقدم ويكون مصيره التجاهل او التحايل. وكما قال مونتسكيو لا نشرع الا بايادي ترتجف. اذا هذه الماده 16 حتى هي من بين المواد التي يجب. بالنسبه للماده 20، يعني هذه الماده 20 طرحت واحد مجموعه من المشاكل. المشرع المغربي في الماده 19 حدد سن الزواج بالنسبه للفتاه والفتاه في سن 18 سنه تماشيا مع اتفاقيه حقوق الطفل، والتي اعتبرت في الماده 24 ان زواج الاطفال مضر بالصحه. ولكن دائما وجه المغرب واحد العدد من الانتقادات، ونعلم انه سنه 2013 واثر وفاه المرحومه امينه الفيلالي والتي كانت يعني انتحرت بسبب تزويجها بمغتصبها، هب المجتمع المدني من اجل مطالبه البرلمان بنسخ الفقره الثانيه من الماده 475 والتي كانت تسمح بتزويج القاصر من مغتصبها او مغربها. وتم يعني المشرع حذف الماده الفقره الثانيه، وفي نفس الوقت تقدم فريق برلماني بمقترح قانون يرمي الى حذف الماده 20 والابقاء على الماده 19 وتحديد سن الزواج للفتاه والفتاه في 18 سنه فقط. ولكن نظرا لاختلاف الايديولوجيات والاغلبيه المكونه للحكومه انذاك لم يتم الاتفاق على ذلك، وحدد مجلس المستشارين السن في 16 سنه. ولكن لما ارجع مجلس المستشارين للتعديل الى مجلس النواب وقع هناك يعني اختلاف حول يعني ما بين فريق العداله والتنميه والتقدم الاشتراكي، وبقي هذا المقترح في لجنه العدل والتشريع الى الان. اذا حاليا نعلم جيدا ان الماده 145 من القانون المدني الفرنسي تعطي الإذن لوكيل الجمهورية بتزويج القاصر أقل من 18 سنة. القانون البلجيكي كذلك، القانون الإسباني، القانون يعني جميع الدول عندي يعني بالنسبة هناك من نزل إلى 15 سنة، يعني جميع الدول تقريبا، القانون التونسي، القانون الأردني كلهم يعني، إلا يعني ما عندناش السبب علاش أنه دائما المغرب يخاطب على أساس أن عندنا ثغرات وعندنا. كاين واحد المساله ديال الاحصائيات بالنسبه لها، لان كثر اللغط حول بعض المسائل اللي هي يعني ما طرحش اشكالات كبيره. اللي طرح الاشكال الكبير هو ارتفاع المهول للطلاق، لان تطليق مسطره تطليق للشقاق جعلت نسبه الطلاق ترتفع بشكل مهول. هذا هو الاشكال، ولكن هو يعني كان في الوقت الذي كانت تعجز فيه النساء عن الحصول على تطليق للضرر او العيب او الغيبه او عدم الانفاق اصبحت تطلق للشقاق، يعني خصوصا وان فشل ان مسطره الصلح ابانت ومعنا الممارسين عن فشل واعتبرت مجرد مرحله عبور الى التطليق، يعني لم تعد تلك المسطره، لان حتى في القران الكريم ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم اهلي وحكم اهلها، يعني الامور لم تصبح على هذا الشكل، وانما يعني في ممرات المحكمه المقتضه والسرعه ديالو عدد الملفات المتراكمه لا يمكن ان نتحدث، هذه فشل ذريع مسطره الصلح امام المحاكم. اذا هذا نعطيكم هذه الاحصائيات، هذا يعني هذا زواج القاصر اللي طرحنا هذا المشكل، وكذلك التعدد طرح واحد المشكل. اذا هنا بالنسبه لنا الاحصائيات الصادره عن المجلس الاعلى للسلطه القضائيه، يعني المعدل السنوي لزواج القاصرات من 2017 الى 2021 مجموع طلبات الإذن بالزواج وصلت 235,846 طلب. المعدل السنوي لمجموع طلبات الإذن بالزواج الخاص بالقاصر خلال الخمس سنوات المذكورة يبلغ 25,678. تم قبول 11,812، وبالتالي تكون نسبة الطلبات المقبولة مقارنة بالطلبات المقدمة 46% فقط. ونسبة طلبات الإذن بزواج القاصر من مجموع طلبات الإذن بالزواج تبقى في 5%.
بالنسبة للتعدد والذي يثير كثير من الجدل، من 2017 ل 2021 تم تسجيل 20,000 طلب للتعدد، أي بمعدل 4,000 طلب سنويا، غير أنها لم تحظى بالاستجابة إلا في حدود أقل من 8,000 طلب، أي أن القضاء استجاب في حدود 1600 حالة سنويا مقارنة بالإذن بالزواج بالإذن بالتعدد، ليصبح النسبة لا تتجاوز 0.66. إلا أن كاين واحد المسألة اللي تكون موضوع مراجعة، وهي الفصل 41 ينص على لا تأذن المحكمة بالتعدد إذا لم يثبت المبرر الاستثنائي، وإذا لم يتمكن طالب تعدد من إنفاق لإعالة الأسرتين. لاحظوا معي في صحة 40 الأسرتين، والحال أن التعدد كيقول لك مثنى وثلاثة وربعة، وأن قرارات محكمة الاستئناف اللي عطات التعدد حتى في 4 ديال الزوجات. يعني هنا هذا النص، يعني هذا ثغرة في النص، إما يعني هاد الأسرتين جاء بصيغة المثنى فقط، يعني يمكن يكون هذا طالب تعدد عنده ثلاثة أو على حسب. إذا هاد المسألة هذه ديال الزواج القاصر والتعدد، نعلم أن قيام العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس الزواج ليس مجرد تشريع ينظم العلاقة الإنسانية، بل هو سنة كونية وفطرة ربانية لا تحيد عنها إلا النفوس المنحرفة ولا تزيغ عنها إلا الفطرة الملواتة. وكما أن جعل الله الغاية من الزواج العيش في ظلال المودة والرحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولكن قبل أن يجب حتى تكون التوصيات يعني عملية، نمشيو لمسطرة إهمال الأسرة واستحضارا واستشهادا بما جاء على لسان الدكتور المحترم. نعلم أن المادة 202 تنص على مسطرة إذا توقف الأب عن الإنفاق يواجه بمسطرة لمدة شهر، يواجه بتطبيق المواد 479 و 483. ولكن هذه المسطرة أولا نجد أنها مسطرة أحيانا تكون ظلم في حق الرجل، ويجب أن تخضع للتعديل تماشيا مع المستجدات والتحولات التي عرفها العالم وعرفها المغرب. لماذا؟ لأن حتى نربط المواد ببعضها نجد أن المادة 188 تنص على أنه لا تجب نفقة الإنسان على غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقتين فيه، وتفترض ملاءة الذمة إلى أن يثبت العكس. ونجد المادة 199 كذلك، إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده وكانت الأم موسرة وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب. الإشكال مطروح أنه إضافة إلى قاعدة لا يضر والد بولده في حالة عسر الزوج، وهناك حالات عديدة في الحبل، يعني نجد أن مسطرة المادة 199 من مدونة الأسرة لم تطبق إطلاقا، لا تطبق إطلاقا، ولنا حالات أنه الزوجة تكون موسرة ولكن يعني هذا لا يعني أن الأب يتملص من النفقة، ولكن إذا كان الأب معسرا مثلا، إذا كان موسرا هناك طرق تنفيذ مختلفة، الحجز على الأملاك العقارية، الحجز على الحساب البنكي، الحجز على المنقولات، مختلف طرق الحجز اللي يسمح بها القانون. ولكن مواجهة المعسر بعقوبة سالبة للحرية لم تعد تتلائم مع مقتضيات العصر، لأنه المعسر يعني نقتص منه في الوقت الذي انتصر المشرع للعقوبات البديلة. ونعلم أن إذا كان الشخص موسرا يمكن أن يؤدي ما بين 100 درهم إلى 2000 درهم يوميا من إلى حدود 5 سنوات، يعني في الجناح ماشي في الجنايات، في الجناح إلى حدود 5 سنوات يمكن أن لا يقضي العقوبة السالبة للحرية وأن يؤدي الغرامة المالية طبعا اللي صدر مؤخرا في قانون العقوبات البديلة. يعني هنا المنتظم الدولي والمشرع يعني كاين واحد منحة ديال عدم يعني اعتقال مواجهة الأشخاص بالعقوبات السالبة للحرية في الوقت الذي نجد معسرا، مثلا في وباء كورونا هناك العديد من المياومين اللي مشوا للسجن. لماذا؟ لأن كاين العسر، والعسر يعني ثابت، لأن الفصل مع الأسف علاش يعني كان هناك تطبيق خاطئ للنصوص، لأن النص كيقول لك يعني يجب أن يعني يكون القدرة على الإنفاق على نفسه أولا، عاد يمكن أن ينفقه على الغير.
وهو عاجز يعني ما عندوش ملاءة الذمة إطلاقا. وهنا ملاءة الذمة مفترضة، ولكن يجوز إثبات العكس، لأن متى كانت ملاءة الذمة، إذا كان الشخص غير مليء الذمة لا يمكن أن يواجه بالعقوبة السالبة للحرية، ويمكن أن يكون هناك هذا المقتضى اللي يمكن يكون فيه تعديل. حتى شحال قليل سيدات، غادي أعرج فقط على دقيقة على المادة، على المادة 100 المادة 49 ديال الاقتسام الأموال. نعلم جيدا أن هناك من الدول يعني الأوروبية التي يعني ترى أن في الذمة المالية المستقلة ربما رحمة بالطرفين، وهناك من ينحو إلى الذمة المالية المشتركة. المشرع المغربي في المادة 49 يعني مشى للقانون الوضعي ومشى للمذهب المالكي ومشى للذمة المالية المستقلة، ولكن نص على أنه يجوز تحرير يعني وثيقة مستقلة، لأن عقد الزواج راه عقد زواج بين شخصين ماشي عقد شركة في الأموال، هذا هو يعني لذلك نص على الوثيقة المستقلة. هناك من يعني يكون شي تعديل أن هذه الوثيقة على غرار الشواهد الطبية تكون إلزامية، لأن في الواقع المجتمعات المغربية المحافظة يعني لما تكون بصدد يعني الإعداد للحفلة الزواج هناك من يستحيي أو يوصف بأنه سيء النية في حالة أنه إذا اشترط طريقة اقتسام الأموال المكتسبة أثناء فترة الزواج. ويجب تصحيح واحد الخطأ، لأنه كاين ما يشاع أنه في هذه المدونة المرأة كاين حتى اللي مشى فوت الأملاك ديالو، غير سمع بأن ما عرفش بأنه كاين مسطرات شريعية وبأن المدونة ستعرض على الجانب الشريف وأنها ستعرض على البرلمان وأنها ستتم مصادقة عليها، والمجلس العلمي طبعا، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المؤسسة الدستورية، واللجنة المكونة من المجلس على السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ووزارة التضامن، هذو كلهم شركاء والباحثين والمتخصصين، هذو كلهم لأنهم كلهم يستمعوا لنبض الشارع حتى تكون مدونة التي تتلائم مع متطلبات المجتمع المغربي، وتكون يعني ربما حتى الثغرات اللي في النصوص يعني لو كان عندنا المزيد من الوقت، لان المواد باينه اللي هي ما محل تجويد واللي ما لا علاقه لها بالامور القطعيه التي تتماشى مع الدين الاسلامي. وشكرا جزيلا.